يا هلا وسهلا. احنا بيشرفنا حضوركم النهارده في سفاره المعرفه. سفاره المعرفه مشروع طموح ومبادره طموحه من مكتبه اسكندريه، اللي هي هدفها انها تنشر وتشجع البحث العلمي في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه عن طريق انشاء فروع للمكتبه. الفروع دي بتتيح للمستفيدين من خلالها تخلع النظاره كده يا محمود. الصورة الكبيرة بالذات، وبعدين